الأمة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أيوب الدين. وفقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وبعد، يشرفني أو فلنا شرف وعز وابتهاج باسم دائرة المسترشدين والمسترشدات أن نقدم الشكر والتقدير لضيوفنا الكرام وأحبابنا الفضلاء وساداتنا العظماء ألا وهم المغاربة. وخاصة جمعية الخنديل للفن والتربية وثقافة الكتب. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهنئكم ونرحبكم ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بنا بفسيحتكم الجنان التي لا زالت الخيرات تنهل، لا زالت الخيرات تنهل بوجود جبادكم المنورة وقلوبكم الموحدة. فلا بد أن نشكركم ونقول لكم إن دائرة المسترشدين والمسترشدات يشكرونكم غاية الشكر. فلولاكم لا نجد غرفة لإنجاز هذه المحاضرة، فلولاكم لا نجد غرفة لإنجاز هذه المحاضرة. ونقول لكم أو نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا ينقطع هذه المحبة. ودائرة المسترشدين والمسترشدات لا زالت تجدد حبل الرسالة التي فيما بيننا. وبعد ذلك إن شاء الله تعالى نقدمكم هذه الشهادة، شهادة الشكر. وقبل أن نقدم لكم هذه الشهادة، نذكر بعض إخواننا الذين لا بد أن نذكرهم، ألا فهم أحبابنا الكرام أهل النجرين الذين كانوا معنا في ميدان العلم، وهم معنا ونحن معهم إلى الأبد إن شاء الله. ونذكر رئيسهم اسمه إبراهيم إن شاء الله. وأيضا واحد منا هو من تور، ولا بد أن نشكره كأنه أهل تور كلهم حضروا معنا بسبب جلسي اسمه آدم أول. ولا بد أيضا أن نشكر أو نرحب بعض إخواننا الغاليين الذين أيضا معنا في ميدان العلم، وهو طلاب السنغاليين الذين يدرسون في مدرسة القرآن الكريم التابعة للمسجد حسن الثاني. إذا ذكرنا رئيسهم كأننا ذكرنا كلهم. نعم نعم. ورئيسهم الحاج إبراهيم صالح. ما شاء الله. ما شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرفعنا بهذه المجلس إلا عملا متقبلا. آمين. والذنبا إلا غفرته. ودينا إلا قضيته. وعصما إلا سمحته. آمين. ولذا ندعوكم الله سبحانه وتعالى التوفيق والمن. ونقول لكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.